تعبنا خيمة في النهار شوب كتير، وفي الليل ساقعة كتير، أطفالنا كلهم لا عارفين نتحمم ولا عارفين نعمل أي إشي. تحت شمس حارقة نهاراً وسقعة قارسة ليلاً، يجدون أنفسهم مع عائلاتهم في خيم بجنوب قطاع غزة، فالنزوح أصبح وسيلتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. ومع ذلك فإن حالهم في المخيمات ليس أفضل بسبب نقص الخدمات الأساسية وموارد الحياة اليومية. تحت الدمار والقصف والقتل اضطريت أنا وأسرتي من 9 أفراد بالخطر نجيب سيارتين للجوء اللي هنا، وقعدت تحت الشمس 10 أيام لحد ما صحي لي خيمة. الكبار والأطفال يعيشون ظروفاً قاسية هنا، حيث لا يجدون حتى مياهاً للاستحمام، ويناشدون بأمل أن ينتهي هذا الكابوس بعدما أصبحوا يعيشون كأجساد بلا روح، مع انعدام الأمل في حياة طبيعية. إحنا بدناش حرب، تقف الحرب تعبنا، تعبنا بمعنى الكلمة تعبنا. حمامات بدنا طوابير لنستنى بس نفوت حمام، يعني كل إيش الناس بتتمنى إحنا ولا إشي، يعني صرنا جسم من غير حياة، فيش حياة.